وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض. وقلنا إن هذا العلو هو الكبر، فهو علو سفال ونزول وانحدار، ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل قال: ثم أدبر واستكبر. فالمستكبر مدبر دائما، لا يتقدم ولا يرتقي، أدبر عن الحق واستكبر أن يذعن للإيمان بالقرآن. إن الكبر نقض لعقد العبودية، أعظم جريمة يلقى الله بها عبد هو الكبر، كما قلت نقض لميثاق العبودية، نقض للتوحيد الذي لا يقبل الله عمل عامل إلا به. إن الله لا يحابي أحدا من عباده في التوحيد، ولا يقبل العمل إلا به. واستمع إلى هذه الآيات وعد معي عدد الأنبياء فيها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس ويوسف وهارون وسليمان، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبيا. ومن آبائهم، دخلنا في الملايين وفي الألوف المؤلفة، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. كل هذا العدد 18 نبيا وألوف أو ملايين من أتباعهم وممن آمنوا بهم، كل هؤلاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وهذه إجمال لما فصل في آية في آيات الأنعام، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، هؤلاء هم الذين كانوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الكبر نقض لهذا الميثاق، ولذلك جعل الله عز وجل الكبر قرين الكفر،
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر قرين الكفر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة. إن العبد قد يلقى الله عز وجل وقد ملأ الأرض خطايا، ما ترك ذنبا إلا ارتكبه وأسرف فيه، ومع ذلك فالله عز وجل يتجاوز له عن كل ذلك ولا يتجاوز عن مثقال ذرة، لأنها من كبر. لأن العبد لا يدخل الجنة لو كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال ابن حبان رحمه الله في تأويل هذا الحديث: مثقال ذرة من كبر، يعني من كفر، لأن الكافر لا يدخل الجنة أصلاً، لا عالية ولا سافلة. مثقال ذرة من كبر، هذا يسير جداً، مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة أبداً، متكبر. المتكبر لا يتواضع لله، مستعلٍ على الله عز وجل، وأن لا تعلوا على الله، لأن هذا هو الكبر. ولذلك جعل الله عز وجل السجود علامة الذل ونقض الكبر. يسجد يعني ليس متكبرا، لأن السجود ذل، أن تضع أعلى وأشرف ما فيك في موضع نعلك ونعال الناس، هذا هو الذل. ولذلك من أتى به فله الزلفى: فاسجد واقترب. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يسجد نقيض الكبر، نقيض الكبر هو الذل وخفض الجناح. ولذلك لما وصف الله عز وجل نفسه بالمتكبر: ولا يقبل من أحد قط أن ينازعه في ردائه ولا إزاره، لأنه هو المتكبر على الحقيقة تبارك وتعالى. فقال عز وجل: ولم يكن له ولي من الذل. لم يكن له ولي بسبب الذل، هو المتكبر لا يحتاج إلى أحد، والذي يحتاج إلى الولي لا بد أن يخفض الجناح، وخفض الجناح ذل، كما قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا فيما بيننا ذل، أن تذل لأبيك وأمك هذا من الرحمة، لكن الله عز وجل لم يكن له ولي لأنه ليس ذليلا، إذ هو المتكبر بحق على عباده. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. السجود نقض للذل، نقض للكبر. ولله يسجد من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لذلك طرد إبليس لأنه أول متكبر على وجه الأرض، هو الذي سن للطواغيت الكبر والعلوم في الأرض بغير الحق. لذلك أمر المسلمون بالسجود إعلانا منهم لنقض هذا العهد الذي أراد إبليس أن يبثه. سجود علام الذل. ولذلك أبى أمية بن خلف أن يسجد فقتل صاغرا في يوم بدر،
روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة نزل فيها سجدة سورة النجم. فلما نزلت هذه السورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا، فلما وصل إلى آخرها فاسجدوا لله واعبدوا، سجدوا جميعا إلا أمية بن خلف أبى، فأخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته يأنف لا يريد أن يسجد، سجود علام الذل وهو متكبر. لذلك كان الكبر نقضا لعهد العبودية ولميثاق التوحيد الذي أخذه الله عز وجل على الناس. في الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل، إمام عادل، حاكم عادل. وضع هذا الرجل على رأس السبعة لأن معه العز والسلطان والشوكة، عنده آلات الكبر كلها، ومع ذلك قمع نفسه ولم يستخدمها، ومع ذلك ذل للقريب والبعيد، للرفيع والوضيع، فحق له أن يكون على رأس هؤلاء السبعة. إذا قيل له اتق الله وقف وتسمر في مكانه وتجمد، مش أقول له اتق الله فتأخذه العزة بالإثم. روى الإمام الترمذي وابن ماجة وأحمد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرسل إلى أبي سلام الحبشي واسمه ممطور، أرسل يستدعيه على البريد على وجه السرعة. فلما جاء أبو سلام قال: يا أمير المؤمنين، لقد شق علي مركبي هذا، تعب. قال: يا أبا سلام، والله ما أردت أن أشق عليك، لولا أنني سمعت أنك سمعت حديثا من ثوبان رضي الله عنه في الحوض، فأردت أن أشافهك به. فقال أبو سلام: حدثني ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء. عمان البلقاء في الأردن، من اليمن للأردن، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه جمع كوب بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا علي فقراء المهاجرين، الدنسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. فحينئذ بكى عمر بن عبد العزيز حتى خضل لحيته بدموعه وقال: قد نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد، نكح فاطمة بنت عبد الملك، أبوها أمير المؤمنين وإخوتها جميعا كانوا خلفاء وزوجها خليفة، ما تجمع لامرأة من العز ما تجمع لفاطمة بنت عبد الملك. قال: إني قد نكحت المتنعمات وفتح لي السدد، لأنه خليفة وأولاد عمومته الخلفاء. ثم قال: لا جرم، لا أغسل رأسي أبدا حتى يشعر، ولا أغسل ثوب الذي يلي بدني حتى يتسخ. هذا ذل،
إذا قيل لمثل هذا الرجل النبيل اتق الله تسمر في مكانه، معه آلة الكبر ومعه الشوكة، ومع ذلك لا يستطيع أن يستخدمها. فوضع هذا الرجل على رأس السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكلما كان للشيء مقتضى، أي للمعصية مقتضى، فتعفف العبد عنها، كان أجدر أن يكون أقرب من الله عز وجل. إن فرعون علا في الأرض، قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. هذا هو العلو الذي عناه الله عز وجل في ذكر أول جرائم فرعون، وإنما ذكر العلو ثم ثنى ببعض الجرائم الجزئية، لأن هذه الجرائم فرع على العلو، فرع على هذا العلو. لا أنسى أبدا صورة رأيتها لشاه إيران يوم خرج ذليلا مطرودا في المطار، وبعض خدمه يقبل قدمه، بعض خدمه يقبل قدمه. لا يمكن أن يكون هذا الرجل قبل قدمه طفرة أو لأول مرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون كأمثال الذر. الذر إذا رأيت بصيصة أو شعاع شمس يمر إليك من النافذة، فتنظر فترى ذرات تطير في الهواء، هذا المتكبر المتنفخ يوم يحشر يبعث مثل الذر. هذا هو حجمه الحقيقي، هذا هو حجمه الحقيقي. لا يساوي هباءه لأنه كافر بالله، لكنه عاش حياته متنفخا ورضي أن يقبل قدمه. وقبل الرجل المغبون قدمه أيضا، وهتك ما أمر الله عز وجل به أن يصان، فإن الله تبارك وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد على أحد التفسيرين في معنى الآية جمع مسجد، هذه الآية وأن المساجد لله إما أن تكون جمع مسجد أو جمع مسجد. إذا كانت المساجد جمع مسجد بكسر الجيم فهذا يدل على موضع العبادة، فهذه المساجد التي بنيت لعبادة الله لا تدعو مع الله أحدا فيها، لا ببيع ولا بشراء ولا بتعظيم ولا بنحو ذلك. وإذا كانت جمع مسجد، وجمع مسجد أيضا مساجد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة آراب، أي على سبعة أعضاء: اليدان، قدمان، الركبتان، الجبهة والأنف. فمعنى الآية على هذا: وأن أعضاءك السبعة لله فلا تسجد بها لغير الله، لا تسجد بها لعظيم. فيبعث هؤلاء كأمثال الذر، مقدمهم إبليس المتكبر الأول الذي أبى أن يسجد، وقارن مقارنة تدل على جهله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا جاهل. لذلك العلماء يجعلون الذين يعكسون القياس متشبهين بإبليس كأهل الجاهلية، قالوا: إنما البيع مثل الربا. فقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. بعض الناس حتى الآن
يقول بقول الجاهلية، وقد قرأت هذا في مقالات، قال قائلهم: ما الفرق بين أن تقرض رجلاً 100 جنيه ب110 وبين أن تشتري له مثلاً آلة ب100 جنيه فتبيعها ب110؟ ما الفرق؟ إنه التحايل، هكذا يقول، هكذا يقول، لا فرق، لأنك أخذت العشرة على أي حال، فلماذا نلف وندور؟ ليس هناك فرق عنده. فقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. لا يرون فرقا. هؤلاء إمامهم إبليس، أول من أخطأ في القياس. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بالله عليكم، هناك رجل عاقل يسوي بين النار والطين؟ الطين مصدر النماء والبركة والخير، من الأرض تخرج الخيرات، والنار مصدر الدمار والخسارات. أين الشبه الذي بينهما؟ ومن أعجب العجب أن قال بعض من ينسب إلى المسلمين أن إبليس وحد الله بذلك. تصور، كرجل أيضا من غلاة المرجئة ينسب إلى المسلمين، ألف كتابا سماه كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، فوضع فرعون في المقطوع لهم بالجنة، مقطوع يعني ليس عنده أي امتراء أبدا، في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، يوم يضع فرعون في المقطوع لهم بالجنة، لأنه قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهذا الرجل الآخر يقول أن إبليس يوم اعترض أن يسجد لآدم أتى بعين التوحيد. أين التوحيد في فعل إبليس؟ يقول: أبى أن يسجد لغير الله، أبى أن يسجد لغير الله، أبى أن يسجد لآدم، لأن السجود لغير الله شرك، فكفر الملائكة كلهم، لأن الله عز وجل قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يبقى كلهم كفر، لأنهم سجدوا لآدم وأشركوا مع الله عز وجل. أرأيتم؟ إبليس موحد لأنه أبى أن يسجد لغير الله، والسجود لغير الله شرك، كالذي أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا، أراد أن يفر من جزئية فوقع في جزئية أو جزئيات أعظم منها. فالحاصل أن الذي أرضى إبليس وجعله إمام أهل النار هو الكبر، والذي أرضى فرعون أيضا وهامان وقارون هو الكبر. فهي أعظم جريمة وأوسع باب للدخول إلى الكفر. أعاذنا الله عز وجل من الكفر وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكبر أيها الإخوة الكرام أول حجر عثرة في سبيل الإيمان. لماذا كفر أبو جهل وكفر أبو لهب؟ لماذا كفر صناديد قريش الأوائل وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني له وجاهة، له وجاهة. وكان في العرب كلما زاد المرء بطشا وكبرا وعلوا
احترمه القبائل الأخرى، لذلك كانوا يتبارون في ذلك. حتى قال بعض شعراء بل عنبر: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام البنصر معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. رجل جماعة من ذهل بن شيبان أخذوا إبله، فيقول: آه لو كنت من قبيلة مازن ما استباح بنو اللقيطة إبلي، لأنني لو كنت من مازن لقام لنصري معشر خشن عند الحفيظة. حفيظة من أثار حفيظتهم، يعني عند الغضب. إن ذو لوثة لانا، اللوثة الوضاع، يعني قال: إذا ضعف ذو الضعف فإن إخوة مازن لا يضعفون، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، الشر ضحك لهم كده وناداهم طاروا إليه، زرافات يعني جماعات ووحدانا، ومن تمام الجاهلية الجهلاء، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان، يعني واحد مثلا جاء وقال كلمة لا يسألونه ولا يتحققون. يا جماعة ربما يكون كاذبا، ربما يكون مفتريا، لماذا تريقون الدماء؟ لا، يكفي فقط أن يقول فلان ضربني لنبيد القبائل كلها، هذا من تمام الجاهلية. ثم وصف قومه إنهم ضعاف لا يعرفون الشر، كأن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم وحدهم من أهل الإحسان. لا يعجبه هذه الصفات، فهذه كانت موجودة في الجاهلية، كلما كان الرجل أكثر بطشا وكبرا كان أعز جانبا. فالذي صد صناديد قريش عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الكبر. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون بالعظمة الكبر والأنفة. فقال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا تستطل على أحد، فإنك لا تدري أين الفضل، إن الله نثر الفضل في الناس، إن الله نثر الفضل في الناس. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر، إذا رأيته ازدريته وسقط من عينك، لو أقسم على الله لأبره. ولما جاء النضر بن أنس وقد ارتكبت أخته الربيع جريمة بأن أسقطت ثنية امرأة من قبيلة أخرى، فأرادت القبيلة أن تكسر ثنية الربيع، فأبى النضر بن أنس الصحابي الجليل الذي استشهد في أحد، أول من لما قال: واهن إني لأشم رائحة الجنة دون أحد، وقاتل حتى قتل. فعرض النضر بن أنس الدية عليهم فأبوا، فاشتجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نضر، كتاب الله القصاص، أي حكم الله تبارك وتعالى القصاص، يعني تكسر ثنية الربيع، الثنية اللي هي مقدم الأسنان.
فقال النضر: تكسر ثنية الربيع؟ لا والله، لا والذي بعثك بالحق لا يكون. قال: يا نضر، كتاب الله القصاص يقول لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية الربيع أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يراجعه وهو يقتل. فقبل القوم الدية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. منهم النضر، أقسم على الله: والله لا يكون، والله لا تكسر ثنية الربيع. فعلمنا بذلك أن النضر لم يكن معترضا، إنما أجر الله عز وجل الحلف على لسانه ليرفع رتبته، بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي كشفه لنا: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إن الذي صد كفار قريش عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كان الكذب، ولذلك كان أتباع الأنبياء على النقيض من ذلك، ووسموا بوسم الضعف والاستضعاف ومشتقاتها، كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتبعه أهل الشرف أم أهل الضعف؟ قال: بل أهل الضعف. اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ لما الكبراء؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال له هرقل: كذلك أتباع الرسل هم الضعفاء. والضعف مستلزم للذلة، لذلك إذا قلت لرجل تخلل الإيمان شغاف قلبه: اتق الله، وقف مكانه وطلب منك الصفح وطلب منك العفو، بل قد يشتري المظلمة، يقول لك: هذا عرضي، يقول لك: هذا ظهري، اجلده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خطب الناس وقال: من ظلمناه فليقصص. فقال رجل: إنك جلستني، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره وأمره أن يجلده. فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره لم يعل ذلك الصحابي أن يمس جلده جلده، ما كان له من مظلمة، إنما هذا هو الذي أراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقاد من نفسه، يستقاد منه، لأنه متواضع لله عز وجل، متحقق بهذه الصفة الشريفة الجليلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اختصم هو وأبو بكر في خصومة ما، وكان أبو بكر رضي الله عنه فيه حدة، فكأنما قال أو استقبل عمر بكلام قوي، لكن هي حدة يسرع منها الفيئة والرجوع، فندم وقال لعمر: اغفر لي. فقال عمر: لا أغفر لك. كلاهما غضبان. ثم إن عمر لما رجع إلى بيته وذهب عنه الغضب ندم أنه لم يصفح عن أبي بكر، فذهب إلى دار أبي بكر يلتمسه فلم يجده. أما أبو بكر فإنه خرج من مجلسه يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام مرتاع. عمر له عنده مظلمة، قال له: اغفر لي، فأبى، فهو خائف من هذه المظلمة، فالتمس النبي عليه الصلاة والسلام فوجده. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما من بعيد وقد رفع طرف ثوبه، قال: أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر فقال: يا رسول الله، حدث بيني وبين عمر شيء فقلت اغفر لي فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات.
فلما بحث عمر عن أبي بكر فلم يجده، بحث عنه فلم يجده في بيته، فظفر به في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر تمعر وجهه وتغير، وقال لعمر: جئتكم فقلتم كذب كذب، وقال أبو بكر صدق، وحرمتموني وواساني بماله وزوجني ابنته، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ قال: فما أوذي بعدها أبدا أبدا. وظل أبو بكر مقدم الصحابة وسيدهم إلى أن مات، كان صاحب حشمة وجلالة ووقار، تواضع، لب العبادة. الكبر أوسع باب إلى الكفر، فلا جرم ابتدأ الله عز وجل ذكر جرائم فرعون بهذه العظيمة الكبيرة الفاقرة للظهر: إن فرعون علا في الأرض. نعوذ بالله وإياكم من العلو في الأرض بغير الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأقم الصلاة.